توفر وزارة الزراعة من خلال منافذها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية أضاحي العيد بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 20%. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جزيرة الشعير بالقناة الخيرية الزميل أشرف مبارك. أشرف، برحب بك بداية وإطلاعنا على الجديد لديك حول توفير الأضاحي بأسعار في متناول الجميع تقل عن مثيلاتها في السوق بحوالي 20%. تفضل يا أشرف. بالفعل عمر، كما يعني تحدثت في بداية هذا الخبر، هناك أسعار تنافسية تقدمها وزارة الزراعة بالمقارنة بالسوق الحر، يعني تقل عن الأسواق بنحو يمكن 20%. يمكن لحوم الضأن وصلت للكيلو القائم 75 جنيه، أما فيما يخص الجاموس يمكن 63 جنيه، وأما العجول تصل إلى 70 جنيه. احنا نتحدث هنا عن يعني جودة عالية تقدمها وزارة الزراعة من اللحوم، وهناك أيضا منافذ التي تقدم اللحوم للمواطنين ومنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. الحديث أكثر حول هذه المنافذ مع الهواء مباشرة المهندس سعيد الدسوقي، وهو مدير عام التسويق والانتاج الحيواني بوزاره الزراعه. باشمهندس سعيد، كلمنا عن منافسكم الخاصه بوزاره الزراعه، وما هي الجوده التي تقدمونها للمواطن، وهي الاسعار التنافسيه التي يمكن ان تكون يعني مختلفه عن السوق الحر. كل سنه وانتم طيبين. وزاره الزراعه كعادتها كل عام بتقوم قبلها بحوالي 3 أشهر بحصر الاعداد اللي عندها، لان احنا بنشتغل على محورين، محور اضاحي قائم للناس، ومحور اخر اللي هو بيكون ذبح وبيع بالمنافس بتاعتنا، لان احنا برضو بنقدم لحوم كندوز ب 135 جنيه للمواطن، ولحوم ضأن ب 125 جنيه. ده فيما يخص الاعداد اللي احنا بنخصصها للذبح. منافسنا منتشره وموجوده في الدقي وفي الهرم وفي المنيا وفي كفر الشيخ وفي 6 اكتوبر وفي اماكن مختلفه كثيره، يعني بالنسبه للمنافس بتاعتنا. اللي بيخصنا وبيهمنا في الموضوع دوت ان احنا نقدم جوده مناسبه للمواطن بالنسبه للاضاحي، حاجات مكشوف عليها بيطريا، حاجات ما يعني اكلها متوازن عشان نسب التصافي بتاعتها تكون كويسه، الى جانب اللحوم اللي بتطرح في المنافس بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك ب 135 جنيه للكندوز و 125 جنيه للضان. طبعا الكلام ده حضرتك بياكل اكل متوازن، والحاجات دي حيوانات بلديه متربيه عندنا في مزارعنا وبتتجمع من المزارع على مستوى الجمهورية. البيع بيكون مركزي سواء في كل محافظة بتبيع، الأعداد الزيادة عن كده بنجمعها في محافظة القاهرة في مزرعة جزيرة الشعير زي ما حضرتك شايف قدام منك، بحيث ان مواطن القاهرة والجيزة يبقى ده أقرب مكان ليه ان هو يقدر يستلم أضحيته. يعني بشكر حضرتك جدا المهندس سعيد السوي، مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة. شكرا. شكرا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. عمر، زي ما احنا شايفين ايضا هناك يمكن نحو 187 منفذ منتشر في مختلف محافظات الجمهوريه تبع هذه المنافذ ايضا اللحوم وبعض منتجات وزاره الزراعه باسعار تنافسيه لا تقارن بالسوق الحر. اشكرك شكرا جزيلا الزميل اشرف مبارك محدثنا من القناه الخيريه، شكرا جزيلا لك.